السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني. بصوا عملنا شوية اللي كانوا موجودين في الأول. بصوا دول كلهم اللي كانوا موجودين في الطبق اللي زي ده. بص الزيت طلع منه قد ايه، طلع شوية زيت صغيرين. بص هو دول اللي احنا عملناهم في الأول اهو. بص حطهم على دول. ناشفين على فكرة، لسه جامدين زي ما هو، مفهوش أي مشكلة. بس احنا نعمل ايه بقى؟ دول عشان حبة صغيرين نعمل بس نص كوباية سكر، كوباية واحدة بس مية، بصوا كوباية على كوباية السكر. بصوا مش عايزين نبقى دول بس، ماشي. هنجيب ربع ليمونية، يعني حاجة صغيرة جدا يعني. بس شكل برضو مش هنرميها، هنخليها. نعمل الشربات بتاعهم دول بقى. بس طلعوا قد ايه؟ طلعوا طبق كبير، وغير كمان اللي احنا ايه هنعملهم بالشرب. بصوا ما كانش عامل سكر بودره، طحنت بسرعه شويه سكر بودره. بس هروح اشتري كيلو على ايه اهو، ما شاء الله. بصوا زي الفل والله. هنرشه كده عليه. بصي رش سكر البودره. ودور الشربات بتاعهم اول ما يغلي احطهم على الايه اللي احنا عملناه ده بتاع الشربات، ناشف زي ما هو. بصي وتاكلي بقى انتي واولادك بالهنا والشفا. ما كلفوناش حاجه، 10 معالق بس دقيق وخميره، وعملنا احلى حاجه. بس 10 معالق دقيق. بص عملوا لك قد ايه. بصي ان شاء الله بس عملوا ايه وايه، حاجة جميلة. اللهم بارك يا رب، اللهم زيد، ربنا يبارك ويزيد دايما. واشوفكم في اسعد حاجة يا رب باذن الله، ويجعل صباحكم نادي وجميل باذن الله، ويجعلها جمعة مباركة علينا جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.